بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أنس قال: كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقصون ويقولون محمد عبد صالح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقولون؟ قالوا: يقولون محمد عبد صالح صلى الله عليه وسلم. وعن جابر عن عامر عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: ما من شيء كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيته، إلا شيئا واحدا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلس له يوم الفطر. قال جابر: هو اللعب. وعن أكرمة قال: مر ابن عباس على أناس قد وضعوا حمامة يرمونها، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ذو الروح غرضا. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانا. وعن سعيد بن جبير قال: مررت مع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم في طريق من طرق المدينة، فإذا فتية قد نصبوا دجاجة يرمونها لهم كل خاطئة. قال: فغضب وقال: من فعل هذا؟ فتفرقوا. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمثل بالحيوان. ذكرنا في الحديث السابق أن هذا الجزء المسند الإمام أحمد في كتاب الله، أو ذكر في شارح الله الشارع المسند الشيخ البنا كتاب الله واللعب، بدأ بذكر أبواب ما يجوز من ذلك في له الرجل مع زوجته، ثم ذكر جواز الضرب بالدف في العيدين. الدف زي ما ذكرنا بالأمس اللي هو الطار اللي من غير صنق فيه، ما فيهوش فيه صنقات، ما فيش فيه شخاشيخ موجودة فيه، فالطار اللي هو الدف هذا جائز انه يضرب عليه في العرس في الأفراح، ويجوز أيضا في العيدين. فهنا دليل الجواز في العيدين ما جاء في حديث بريدة أو في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بدفين فانتهرهما، ده الحديث اللي ذكرناه بالأمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإن لكل قوم عيدة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا اليوم يرخص في ذلك في الضرب على الدف، معناه أنه ما بيترخص على طول أنه كل يوم يضرب على الدف، ولكنه في العيد ولكنه في الأفراح كما جاء عنه صلى الله وسلم عليه في هذا المعنى. من ذلك ما يجوز في العيد من اللهو اللعب الإنسان أو اللعب الصغار في العيد، فيه ترويح والفرجة على ذلك الإنسان ينظر إلى ذلك كنوع من التسلي أو الفرح ببهجة العيد. مما يدل على ذلك حديث لأنس بن مالك هنا في مسند الإمام أحمد، وفيه: كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحبشة دوم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولغتهم غير لغة أهل المدينة، لغة أحباش، فكانوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يلعبون بالرماح كما ذكرنا بالأمس اللي هو الزفن. الزفن كانوا يزفنون يعني بينطوا على هيئة اللي بيضرب التاني بالرمح زي لعبة التحطيب، فيلعبون ويزفنون ويرقصون ويغنوا وهم بيفعلوا هذا الشيء. بيغنوا وهو مش فاهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه بيقولوا، فسأل: ماذا يقولون؟ بيقولوا ايه في الأغنية بتاعتهم؟ فقالوا: يقولون محمد عبد صالح، يعني بلغتهم الأغنية بتاعتهم ترجمتها بالعربية محمد عبد صالح صلوات الله وسلامه عليه. فهنا اللعب بتاعهم والنط والتواسب واللعب الرماح أمام النبي صلى الله عليه وسلم والزفن بهذه الهيئة، يزفنون يرقصون ويقولون محمد عبد صالح، معنى الرقص هنا أنه بينط، يعني بينط وهو ماسك الرمح كهيئة اللي بيلعبه التحطيب. في رواية أخرى: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة بحرابهم فرحا بذلك،
أنه قدوم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر إلى المدينة، الحبشة كانوا موجودين في المدينة ففعلوا ذلك، أن هذا أعظم العيد عندهم، أعظم العيد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة، فلعبوا بين يديه فرحانين بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة. برضو مما جاء وإن كان إسناده ضعيفا هنا وروى ابن ماجه أيضا بإسناد ضعيف، في أنه كان يقلس له يوم الفطر، ده قيس بن عبادة بيقول، ومعنى يقلس يعني اللعب، يعني كانوا يبيح لهم أن يلعبوا في يوم الفطر وكذلك في يوم الأضحى. ده راوي الحديث له جابر يقول هو اللعب، إنه كان يقلس بين يديه، جابر بن زيد يقول كان يقلس بين يديه بمعنى أنه يلعب بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. ففي جواز أنه في العيد يكون فيه له وفيه لعب، ولكن مقيد بالشيء المباح الذي تبيحه الشريعة، مش هيبقى له يلهو الإنسان بما نهت عنه الشريعة من أشياء كالموسيقى والمزامير والرأس الحرام وغير ذلك، لا، ولكن فيه ما كان من مثل هذا الزفن اللي كان عليه الحبشة، في أن مثل ذلك جائز في العيد، كذلك أنه الضرب على الدف سواء في العيد أو في الأفراح مثله جائز. بيذكر لنا شرح المسند هنا أبواب ما لا يجوز من اللهو واللعب، إن هنا ذكر ما جائز من اللهو ومن اللعب، طب إيه اللي لا يجوز؟ قال النهي عن اللعب بالحيوان، الإنسان يأخذ حيوان يلعب به بحيث أن يعذبه ويؤذيه، هذا ملعون من يؤذي الحيوان. ففي أثر لعكرمة يقول مر ابن عباس على أناس قد وضعوا حمامة يرمونها، حطين حمامة ربطنها وبيرمي عليها بشيء، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ذو الروح غرضا، أي شيء فيه روح لا يتخذ غرضا لتعذيبه. وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فالمسلم مأمور بالإحسان إلى كل شيء حتى في القتال، حتى في القتال الإحسان في القتال إنه يقتل العدو، يقتل الشيء الذي يؤذيه، ولكن لا يمثل بهذا الشيء، ما يجيبش الشيء ليعذبه، ما يدوس أن يعذب الشيء، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس فيوم القيامة، اللي بيتشفى بتعذيب الناس الله عز وجل يعذبه يوم القيامة. فهنا ابن عباس رضي الله عنه وجد هؤلاء الغلمان بيلعبوا رماية على حمامة ربطنها، بيلعبوا عليها رماية، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ذو الروح غرضا، أن يكون شيء فيه روح يتخذ غرضا، ما هو عشان إذا كان ذو الروح هذا مما يدوس قتله زي العقرب زي الحية، ما يتخذ غرض يرمي عليه ولكن يقتل لكن لا يعذب شيئا من خلق الله عز وجل، فعايز يتعلم الرماية يحط شيء من الجماد أمامه يرمي عليه، أما يحط حيوان فيه روح يرمي عليه وينشن عليه لا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا كان شيء تقتله فأزهق الروح. ولذلك ده في قتل الأوزاغ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوزغ وأمر بقتله، والوزغ نوع من الأبراص سام، وهذا الوزغ كانت الدابة الوحيدة اللي بتنفخ النار على سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وسماها فويسقة، فهنا اللي يقتلها مش هيخدها يعذبها لغاية ما يقتلها، ولكن جاء في الحديث أنه من قتلها في أول رمية فله كذا وكذا يعني من الثواب، ومن قتلها في الرمية الثانية فله كذا وكذا من الثواب يعني دون الأول، يعني المعنى أنك إذا قتلت شيء إذهق الروح بسرعة، يبقى بالضربة الأولى تقتل هذا الشيء ما تكررش مرة واثنين وثلاثة على هيئة تعذيب الحيوان، يبقى ما أبيح قتله يبقى فليقتل سريعا وما يكونش الإنسان يتشفى بتعذيب هذا الشيء، وخاصة إذا كان التعذيب بالنار مثلا، نعذب بالنار هذا يحرم أن تقتل شيئا بالنار. يقول لنا هنا في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ذو الروح غرضا، شيء فيه روح يتخذ هدفا لتعلم الرماية مثلا هذا حرام. في حديث آخر لسعيد بن جبير قال مررت بابن عمر مع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم في طريق من طرق المدينة، فإذا فتية قد نصبوا دجالة يرمونها، يعني صورة تانية حاطين دجالة وكل واحد بيرمي عليها بتعلم النشان فيها، لهم كل خاطئة، والظاهر أنه لصاحبها يعني أصحاب الدجالة لهم كل خطأ، يعني يرمي بالرمح، الرمح اللي يطيش يبقى لصاحب الدجالة، فغضب وقال من فعل هذا، فتفرقوا، فقال ابن عمر رضي الله عنهما
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمثل بالحيوان. وفي رواية قال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. يبقى هنا كون يلعن على هذا معنى أنها كبيرة من الكبائر. الإنسان يحط حمامة، يحط دجاجة، يحط شيء فيه الروح ويتخذ غرضا، يبقى هذا تعذيب وأذى للحيوان، يبقى فيه لعن على ذلك. نقوم نعلم بقى أطفالنا إن ما عدش حد بالطوب على حاجة يجدها كلبا، يلاقي قطة، يلاقي شيء، الشيء الذي يباح قتله يبقى يقتل من أول ضربة بحسب المستطاع وقدر المستطاع. أما إذا كان لا يباح قتله فلا يجوز للإنسان أن يؤذي، لا تؤذي حيوانا، لا تؤذي شيئا فيه الروح. يقول لنا هنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. من الأحاديث برضو حديث لهشام بن زيد بن أنس يروي عن جدي أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل دار الحكم ابن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، أن تصبر البهائم، تقتل صبرا، يعني تكتف البهيمة يضرب فيها لغاية ما يقتلها، فهذا صبر البهائم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبر. وفي رواية أخرى قال: فدخلت مع جدي دار الإمارة، إذا كأن الدجاجة الموجودة دي مش موجودة عند أي حد، لا يوجد في دار الأمير نفسه، في دار الإمارة، فإذا دجاجة مصبورة ترمى، فكلما أصابها سهم صاحت، يعني دخل هنا تعذيب لها، يحدفوها بالسهام وكلما أصابها سهم صاحت. فأنس بن مالك رضي الله عنه نهاهم عن ذلك وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. إذا رحمة رب العالمين سبحانه التي جعلها في قلوب أهل الإسلام أن تعلموا هذه الشريعة العظيمة. الغرب يقولوا إحنا عندنا رحمة بالحيوان، ويتهموا المسلمون أنهم عندهمش رحمة، وأنه بيذبحوا الذبائح، وأنه بيعملوا يؤذوا الحيوان. أدي رحمة الحيوان اللي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأنه لعن من يؤذي الحيوان أو من يقتل الحيوان صبرا بهذه الهيئة. دين الإسلام دين الوسط، لا في المبالغة في الشيء ولا في التضييع للشيء والتفريط. الكفرة تلاقي لما يدخلوا في حاجة يبلغوا فيها مبالغة مذمومة، أهل الطباع السليمة ما تقبلش هذه المبالغات، يقوم يحن أوي على الكلب ويحن أوي على القط ويحن على أشياء، ويمنع ذبح حيوانات أباح الله عز وجل ذبحها وهم يعلمون ذلك أن الله عز وجل أباح ذبحها، وهم يمنعون من ذلك بدعاوى فارغة وكلمات كاذبة يقولون. هم كفار وليس بعد الكفر ذنب، لعنة الله على الكافرين. لكن الإنسان ذو العقل السليم لما ينظر في أفعالهم إن الحنان الزائد على الحيوان يجيب الحيوان النجس ينايمه معه في السرير، هو اللي يقول إن لعابه مليان جراثيم مليان كذا، هو تلاقيه يبوسه من 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 فمه، يبوس الكلب ويلعب به وكذا. هم اللي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى قال: سنريهم آياتنا في الآفاق، فوجدوا من الآيات ما يؤيد هذا الدين العظيم، ومع ذلك عقولهم إنه يقولوا الرحمة وهم لا يعرفون إلا رحمة هذا الكلب ورحمة هذا الحيوان. أما مع الخلق، خلق الله عز وجل والإنسان، فكلمة الرحمة على ألسنتهم فقط، أما قلوبهم ما فيش فيها رحمة للإسلام ولا للمسلمين ولا للإنسان، إلا الرحمة اللي هم يجدونها تتوافق مع مصالحه، يبقى هنا الرحمة. أما أن يعذب شعوب العالم أنه يبقى عنده الفائد من القمح والفائد من الطعام ويرميه في المحيط وما يدوش للناس، ده لا، ما هنا بعيد أبعد عن الرحمة بقى، ما تتكلمش عن الرحمة. هي الرحمة عندهم بس أنه هو يتبرع بمليون دولار للكلب بتاعه علشان يعيش كويس، يتبرع مش عارف بيه عشان يعمل مقبرة للكلاب والخنازير. أما أنه أمر الإنسان والإنسانية اللي يتشدقون بها لا يتكلمون عنها إلا ليضحكوا على السفهاء والحمقى والمغفلين ممن لا يعرف طباع هؤلاء، وممن تركوا دين الله عز وجل وراءهم ظهرية. ربنا قال لنا: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. دول يوم يتمكنوا منكم مش حيراعوا فيكم لا إل ولا ذمة، لا قرابة وعهد منكم بينهم ولا زمان بينكم وبينهم، مش حيراعوا فيكم شيء. فإذا بالمسلمين يقول: لا دول طيبين، دول كويسين، دول عندهم رحمة، دول عندهم كذا، ده أنا أتعامل مع الكافر وما أتعاملش مع المسلم، ده أنا كذا، لغاية ما ربنا يحكمهم فيهم فيرون القسوة التي هم عليها. وكيف أنهم يتلككون للمسلمين، عايز يضرب المسلمين بأي شيء، زي الذئب اللي رايح للحمل يقول له إن عايز يأكل الحمل، قل: ألست التي من غير شيء شتمتني؟ قالت: متى ذاك؟ قال: ذا عام أوله. قالت: ولدت العام بل رمت كذبة
فهاك فكلني فلا يهنيك ما أكله. ها الذئب رايح يأكل الغنمة، ها فبيقول لها اخترع لها سبب، يقول لها مش انت شتمتيني من غير سبب، ها امتى شتمتك؟ السنة اللي فاتت، ده انا موجودة السنة دي، ما هو عايز يأكلها وخلاص، بس بيحط لها السبب. فهذا فعل هؤلاء الكفرة المجرمين، لعنة الله عليهم وأخزاهم في الدنيا والآخرة، وحرر بلاد المسلمين منهم. فالغرض انه الكلام عن الرحمة، دين الإسلام هو الدين الذي يتكلم عن الرحمة بالطريقة التي يقبلها عقل الإنسان، فيبيح الله عز وجل ذبح البهائم، ويبقى الرحمة في أن تذبحها أو أن تنحرها. ومعلوم طبيا هذا الشيء، أنك لما تذبح البهيمة بيكون تقطع الوددين العرقين اللي في جانبي الرقبة، تقطع الحلقوم، وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تسرع في ذلك، أن تسرع. هنا إذا أسرعت في ذلك منعت وصول الدم إلى المخ، منعت وصول الأكسجين إليه، يبقى بسرعة العقل يتخدر، ما يشعرش بشيء. فهنا الذبح الطريقة المثلى لراحة البهيمة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. هم لما يتشدقوا بالرحمة في الآخر يضربها برصاص مخها على طول، يضربها برصاص مخها، فيبعد عن الدين ويبعد عن ما شرعه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ملوش دخل هو بالدين ولا بالشرع، ويقوم يضربها في مخها بحيث أنه تقع ميتة حالا بهذا الضربة، وبيحصل لها صدمة عنيفة جدا. ضربة المخ دي تكون صدمة في غاية العنف لها والقسوة والأذى لها، فضلا عن أنها تميتها حالا، وإن كانوا يزعمون أن لا في منها اللي ما بيموتش حالا، ولكن لا يسفحون دمها، دمها يفضل فيها، ويقولوا أنها تبقى بدمها، أن هذه أفيد للناس، أفيد للناس. كذابون في ذلك، ولا أفيد ولا غيره، هم يعرفون ذلك أنه مش أفيد ولا غيره، ولكن أنه بدمها في داخلها تبقى تدي وزن، يبقى هتجيب له مكسب أكثر. فلما بدأت الدماء تتعفن بداخلها وتجلب أمراضا عليهم، فبدوا يبتدوا على استحياء كده، يتراجعوا عن حكاية أمر الدم اللي فيها، لا أنه من غير دم أفضل. الأمر عشان إيه؟ وجدوا أنه هتعفن بسرعة والدم وحتبوز، يبقى برضو الأمر الاقتصادي، يبقى التحليل والتحريم عندهم راجع لأنه في فلوس جاية يبقى حلال، الفلوس حضيع عليهم يبقى حرام، أمر بعيد عن شرع الله عز وجل، لا هو أمر رحمة اللي يزعمونها، ولا أمر الدين، لا هم على دين ولا على رحمة، ولكنهم كفرة ومجرمون. فلذلك دين ربنا سبحانه وتبارك وتعالى هو الدين الذي يعلم الخلق الرحمة بالوازع القلبي. أمر الإنسان كل مما ذكر اسم الله عليه، وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحته فأحسنوا الذبحة، فهنا أحل الله لك أشياء فتأكل هذه الأشياء التي أحلها الله عز وجل، حرم عليك أشياء، أمرك بقتل أشياء، الأشياء التي أمرك بقتلها قال أحسن في قتلها، نهاك أن تتخذها غرضا بحيث أنك تعذبها، لا لا تعذبها، أمرك بالإحسان إلى كل شيء، فيحسن الإنسان المسلم إلى أخيه المسلم، ويحسن إلى الكافر، ويحسن إلى الحيوان، يحسن إلى خلق الله سبحانه، ولكن بقدر، كل شيء بما أباحه الله عز وجل في مثله. فهنا في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صبر الدابة، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من قتلها بهذه الهيئة اللي هو بالرماية عليه. من الأحاديث اللي جاءت في له حديث لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة، فقال شيطان يتبع شيطانة، الأمر الإنسان يجيب حمام ويطيره ويلعب به ويجري وراه، هنا ايه اللي خدوا بقى من الجري وراه؟ هنا الحمامة منظرها حلو، انسان استحلى النهاردة يجري وراها، بكرة بالليل بالنهار يبقى على طول بقى طول النهار يأخذ هذا الشيء، ما فيش له غرض الا انه يجري وراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ادى هذا الوصف، قال شيطان يتبع شيطان، هي تلهيه عن عبادته وعن عمله وعن شغله، وهو يجري وراها على هذه الهيئة، فجعله كالشيطان في بعده عن عبادة الله سبحانه في تلهيه بهذا الشيء. وجاء في الحديث الآخر من اتبع الصيد غفل، من اتبع الصيد غفل، لو أن الإنسان بقى شغلته الشغلة ليل نهار مروش إلا الصيد، تعال نروح البحر حنصطاد النهاردة، استحلاها، طب بكرة، طب بعده، كل يوم الفجر يروح، يوم الجمعة ضيع الجمعة وضيع الجماعة على طول. فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع الصيد غفل، ما هوش البحر بس،
صيد البحر وصيد البر إلا أن يكون لعمل الإنسان. عمل الإنسان هذا شيء وتسلية الإنسان هذا شيء آخر. فكثير من الناس اللي بنتسلى شيء ورا شيء لغاية ما يغفل. تلاقي بعض إخواننا يوم الجمعة يقول لك رايحين نصلي أصل ده يوم الأجازة بتاعتنا يوم الجمعة، طبعا تعملوا صلاة الجمعة والله بنصليها في أي مسجد. وبعدين يجي يسألوا بعد كده إن بنبقى في عرض البحر في وقت الجمعة نعملوا إيه؟ ما أنت اللي متعمد إنك تروح، ما هو الجمعة جت عليك، يعني هي اللي أنت اللي خرجت لعرض البحر في اليوم اللي أنت عارف فيه الجمعة، في الوقت اللي قبل الصلاة وأنت عارف إنه بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات في صلاة الجمعة، فإنك تضيع على نفسك هذا الشيء. ويجي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجمعة ثلاث جمعات تهاونة إنه يطبع على قلب الإنسان. يقوم خاف على نفسك من كثرة الله، وخاصة إذا ضيعت العبادة، ضيعت يوم العيد، ضيعت يوم الاجتماع على ذكر الله والموعظة، شيء ورا شيء يقوم الإنسان خلاص اعتاد هذا الشيء. يمكن إذا ضاعت منه الجمعة مرة يحزن لها، لكن إن ضاعت منه عشر مرات سهل يضيعها الحداشر والاثناشر والثلاثاشر وإلى ما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك خد بالك إنه الله بيجرك شيء ورا شيء، وإنه إذا كان في يوم من الأيام المعصية صعبة على الإنسان، إذا فعلها سهلت عليه بعد ذلك. كذلك الإنسان المؤمن يجعل بينه وبين الله وبين المعاصي حاجزا من طاعة الله سبحانه، فيله حين يباح له ذلك. البعض من إخواننا يقول فيها حاجة أن أنا ألعب كرة، السؤال في بداية سؤال عادي، فيها حاجة ألعب كرة؟ طيب والله إذا هتلعب في وقت الأجازة بتاعتك في وقت قليل عشر دقائق نص ساعة كذا في كل فترة، لكن لا يقول لك بعد أصلا أنا مشترك في نادي، أنا مشترك في طيب، وبعد كذا أصلا أنا ده أكل عيشي، ناكل أكل عيش بإيه؟ بلعب الكرة، تأكل عيش بلعب الكرة. في إنسان هذا من الكسب اللي يكون أرزل الكسب الإنسان، إنه يأكل طعامه مش من عرق جبينه، مش كسب شيء يحبه الله عز وجل، بل بله يبقى حياته كله على هذا الشيء، يلعب الكرة. شوف الكرة وما تصنعه في أهلها، عشاق الكرة وعباد الكرة، يعشق الكرة يلعب الكرة يضيع صلاته. شوف يوم ما يكون في ماتش كرة وما يكون ماتش كبير والناس يروحوا فين؟ تلاقي المسجد نصه صفي، فين المصلين يا ترى؟ راحوا بيتفرجوا على الماتش اللي يضيعهم، الماتش حيضيعهم، يبقى ضاعت منهم الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وتلاقي الأمر سهل على النفس إنه يضيع. ويمكن البعض يتبدح ويبقى في الشارع حط تلفزيون وقاعدين يتفرجوا على هذا الشيء. أدي اللي بتجر الناس في البداية هو عايز ياخدناها مباح علشان يستبيح لنفسه بعد كده ترك الصلاة وترك كل شيء فيها. فاحذر إنه ما كان بابا للذريعة فالواجب سد هذا الباب، الواجب سده، لا تجعل رزقك في مثل هذا، إنك قاعد في شركة من غير لا شيء وإن مشغلينك في النادي علشان تلعب كورة وتأكل بهذا المال، وأما تيجي يوم القيامة كسبك من اللهو ومن اللعب. لا، الإنسان الذي يكسب من تعبه يكسب من مال حلال هذا يغفر الله عز وجل له ويكرمه ربه سبحانه، ويكون دعوته دعوة مستجابة لأن ماله أخذه مال طيب وأنفقه في طيب. أما الإنسان اللي ماله من لهو ومن لعب هذا جدير إنه ينسى الله سبحانه وتعالى، ما هو في لهو طول النهار. وما يضحكش عليك الإنسان إنه والله ما بيجيب هدف من خير نسجد لله سبحانه تبارك وتعالى، إنه جاب يعني إن شيء يعني من التدين، يعني إنه بيسجد لله لما يروح يشوفوا ناس أدو مسلمين وكويسين ومش عارف إيه وكذا. هنا الإنسان المسلم اسجد لله في بيت الله سبحانه تبارك وتعالى، احرص على صلاة الجماعة. أما إن الأمر تلعب كورة وجبتها ولو ما جبتش الهدف هتعمل إيه؟ مش هتسجد لله سبحانه تبارك وتعالى إلا إذا جاء الهدف. الغرض أن الإنسان المسلم يبحث عن الكسب الحلال الذي أباحه الله عز وجل، ويحذر من الشيطان يسحبه شيء وراء شيء للغفلة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل بيجري وراء حمامة، ولا نتخيل أن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هتبقى يومه كله بيجري وراء الحمام، مش هنتخيل، ومش هنتخيل النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يراقبه أيام لغاية ما قال له ذلك بعد ذلك. لا، هي مرة شافه بيجري قال شيطان يتبع شيطان. هنا الصحابة فهموا إن مثل هذا له إنه لا ما ينفعش يكون كأننا نتشبه بالشياطين إن يومنا له كله، فقال شيطان يتبع شيطان. فاحذر أن يكون يومك لله وللعب، تضيع أوقاتك تضيع عمرك، فإذا جيت يوم القيامة ندمت على هذا العمر الذي ضاع، ذلك يوم التغابن، يندم الإنسان ويستشعر أنه قد غبن. ومن الذي غبن؟ هو غبن نفسه بأن ضيع وقته الثمين في لهو لا قيمة له. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.